معانا على التليفون استاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والباحث السياسي الكبير. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، وبسعد دايما مع حضرتك يا فندم. انا اللي بسعد وببقى مبسوط. قول لي ايه اللي شفته في المبادره بتاعه كلنا واحد وهم بيستضيفوا ولادنا من الاسمرات في هذا اليوم الرائع في اتحاد الشرطه الرياضي؟ يمكن بدايه بس احب اكد على حضرتك قلت، لان حضرتك اشرت الى نقطه مهمه جدا. بالفعل الدوله المصريه بعد عام 2014 قضت على حاضنات الارهاب التي اسست لها جماعه الاخوان الارهابيه. لم يعد في مصر الآن حاضنات لتفريخ أجيال جديدة تقتنع بهذا الفكر المتطرف، لأن بالفعل الدولة المصرية الآن جمهورية جديدة تقوم على أساس قيمي جديد، على أساس عقد اجتماعي جديد، على أساس ترسيخ لمنظومة قيم وأخلاقيات جديدة، وبالتالي لا مكان للتطرف والإرهاب. أما عن مبادرة كلنا واحد، ففي الحقيقة إضافة جديدة لهذه المبادرة التي ابتدت أن تهتم بالشق الاجتماعي للمواطن المصري، وفي الحقيقة لفتة أكثر من رائعة من وزارة الداخلية المصرية يعني إظهار مدى الآن استيعاب المنظومة الأمنية لدورها فيما يتعلق بهذه المنظومة القيمية اللي احنا نتحدث عنها. نعم، وزارة الداخلية والقوات المسلحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، وزارة الشباب، الجميع يعمل من أجل بناء أجيال جديدة لديها مفاهيم جديدة كما حضرتك أوضحت وذكرت. نعم، تطوير العشوائيات في مصر أو المناطق الغير آمنة، وأيضا التخطيط العمراني الجديد الذي تشهده ربوع الدولة المصرية يؤكد الآن نحن أمام بناء إنسان مصري جديد. الأمر لا يتعلق فقط بالحجر، الأمر يتعلق بالبشر. يعني أنا عاوز أقول لحضرتك على نقطة في غاية الأهمية، واستكمالا أيضا لما كنت حضرتك تتحدث عنه من طبقات المجتمع المصري، لما نتكلم نقول إن هذه المشروعات الخاصة بالمناطق الخطرة زي الأسمرات وبشائر الخير والمحروسة وأهالينا، والمشروعات أيضا الخاصة بالمناطق الغير مخططة بتستهدف 22 مليون مواطن مصري. لما نضيف هذا الرقم ل 60 مليون مواطن مصري بتستهدفهم أيضا مبادرات حياة كريمة، إذا نحن نتحدث عن أكثر من 80 مليون مواطن مصري بتستهدفهم الدولة المصرية لإحداث نقلة حقيقية في حياتهم. إذا هذه الجمهورية الجديدة هي جمهورية من أجل هؤلاء، عشان يعني الطرف الآخر أو من على الشاطئ الآخر يقول لك الجمهورية الجديدة للأغنياء، الجمهورية الجديدة لنقل حياة أكثر من 80 مليون مواطن، نقلة نوعية، نقلة من الظلام إلى النور، نقلة من الجهل إلى التعليم، نقلة من عدم وجود رعاية صحية إلى وجود رعاية صحية، زي ما بتشوف حياة كريمة، زي ما بتشوف هذه المجتمعات العمرانية. نحن ندفع يعني ثمن سنوات أهملنا فيها قطاعات وهذه المناطق، عشان كده بندفع الآن مبالغ كبيرة جدا. ما يحدث الآن تكلف الدولة في الحقيقة مبالغ كبيرة، ولكن كل هذه المبالغ تهون أمام هذه اللحظات، لحظات السعادة التي يصدها هذا التقرير، التي نجد الآن ثمار هذا المجهود يعني بيتم حصاده من على ألسنة البنات والأطفال اللي بيقولوا كلام في الحقيقة كلام يعني بيظهر مدى تأثير ما صنعته الدولة في بناء الإنسان المصري. ومن ثم نحن نتحدث هنا عن تكامل مؤسسات الدولة المصرية لاستكمال ما بدأته الدولة بعد عام 2014 والمضي نحو جمهورية جديدة بترعى هذا المواطن الذي أهملت حياته وأهملت مقدراته على مدار عقود ماضية. طيب خليني هكمل معاك السؤال. أنت بقى هنا أستاذ جمال مش بس ككاتب ولكن كباحث سياسي، اللي بتشوفه ده بالطريقة دي وفي حال الاستمرارية عليه وتطويره أكتر وأكتر واكتمال الصورة بشكل يعني إيه لا شية ولا نقص فيه، مش ده من شأنه أنه يخلق سلم اجتماعي؟ بالضبط، ده يعني الهدف الأسمى، فكرة أن يكون هناك نوع من أنواع الرضا المجتمعي. والرضا المجتمعي والسلم الاجتماعي دي أهداف سامية وتحققها المجتمعات التي بالفعل تريد أن تتقدم، والمجتمعات التي تريد أن تنشئ جمهوريات مبنية على العدالة والتكافؤ، هذه العدالة الاجتماعية الحق. وبالتالي بالتأكيد يعني هذا يخلق سلم اجتماعي، هذا يخلق مناخ حتى جاذب للعمل وللبناء وللتطوير. عشان كده
هنجد جوه مثلا الاثمارات الدوله مش بس بنت مساكن ويعني جاءت ببعض الاثاث واسكنت الاسر، ولكن هتلاقي حضرتك ان هذه المجتمعات بها المسجد، بها الكنيسه، بها المشاغل الخاصه ببعض الحرف اليدويه، بها مراكز الشباب، بها الملاعب، بها الانشطه الترفيهيه. وبنشوف ان حتى في بعض المسارح وبعض الانشطه الثقافيه فعلا بيتم يعني وجودها في هذه المجتمعات العمرانيه الجديده. وبالتالي بالفعل هو مشروع كما حضرتك ذكرت هو لبناء السلم الاجتماعي. نحن نتحدث عن زي ما كنا بنقول 22 مليون مواطن مستفيد من هذه المشروعات التي سوف تقضي على العشوائيات وايضا المناطق الخطره، بالاضافه الى 60 مليون مواطن ايضا سوف يستفيدوا من مبادرات حياه كريمه. نحن اذا نتحدث عن عقول كريمه، ايضا نتحدث عن مواطن مصري بينتقل نقله نوعيه وبيؤسس لدوله مصريه حديثه يستطيع ان يكون فيها هو القيمه المضافه الحقيقيه. وهنا بقى بيتم نسف كل الشائعات وكل الاكاذيب اللي كانت بتقول الاول الدوله المصريه بتعمل طرق، الدوله المصريه بتعمل الكباري، الدوله المصريه بتعمل بنيه تحتيه بس. كل ده الان اثبت انه بيتعمل في الاخر عشان بناء انسان صح. مصري يستطيع ان يقف على ارض صلبه، يستطيع ان يرتكز على مقاومات ثابته. لولا ما تم في الدوله من بنيه تحتيه خلال الثمان سنوات الماضيه ما كنا نستطيع الان نتحدث عن الاثمارات او حياه كريمه او بشائر الخير او غيرها من المشروعات التي احيت امال الملايين والملايين من الاسر المصريه. مظبوط 100%. انا عايز اشكرك جدا 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 كاتبنا الصحفي وباحثنا السياسي البارز استاذ جمال رائف.